أنا هلا حاج سليمان, a digital tool expert from L.A.L, Lebanese alternative learning. هالفيديوز هنا جزء من للمدرس project, ومن خلالهم رح نتعرف على different online tools وكيف نستخدمهم. بالفيديو اليوم رح نتعرف سوا على Quizizz. من اسمه منا كتير صعب نعرف عن شو بيحكي. هو platform نستعمله for quizzes و for interactive lessons حتى to engage learners ونخليهم يتفاعلوا معنا أكتر بالحصة. خلينا نشوف كيف. أول شيء منفوت على www.quizizz.com, منكبس sign up, منقرر إذا بدنا نكفي مع جوجل أو مايكروسوفت. أنا رح نقي جوجل. كيف بدنا نستخدم Quizizz, مدرسة business ولا personal use؟ رح نقي مدرسة. I am a teacher. وهيك بكون فتت على قلب Quizizz. هلا قبل ما نعمل create للكويز تبعنا من الصفر, رح فرجيكم بالexplore page قدي في Quizizz already موجودين. والحلو هون انه مقسمينهم حسب المواد, يعني الماث لحال, الاجتماعيات لحال, الانجليش لحال, ساينس لحال. رح نجرب نعمل سوا example. مثلا انا بدي فتش شي خاصه بالفراكشنز, بكتب fractions, شوفوا قدي عندي Quizizz خاصه بالفراكشنز, ببين عندي لأي صف وكم مرة العالم فات عليها وقدي عاملين لايك, وببين على ميلة اليمين تقريبا الأسئلة اللي بيطرحها هيدا الكويز, وبشوف إذا هن بيناسبوني ولا لا. إذا بدي أعمل سيف بكبس على سيف وبعمل كولكشن, فيني خليهم عندي إذا بدي استعملهم بعدين. هلأ بقدر لقي الكويز لأنا عملت له سيف بـ My Library, سو منفوت على My Library وببين عنه. اللي فيني أعمله إن إذا كبست عليه بقدر أعمل له كوبي وأدت, سو فيني غير بهذا الكويز ليتناسب مع الشيء اللي نحن عم نشتغل عليه بالصف. سو بكبس كوبي اند أدت, وهيك منه لحاله بيعمل دوبليكيت, بصير فيني غير بهذا الكويز لأنه صار عندي كوبي منه أو نسخة منه. سو فيني شيل سؤال, فيني أعمل أدت غير بالسؤال. مثلا هون هذا السؤال هو مالتيبل تشويس, اللي فيني أعمله نغير المالتيبل تشويس, فيني حط بول, فيني أعمل في الأندا بلانكس أوبن أندد, وهيك هون التلاميذ ببطل عندهم خيارات ينقوا منها, بصير هن بدهم يكتبوا الجواب يعرفوا يحلوا لحالهم. بنفوت على ماي لايبرري مرة تانية, ببين عنا صار النسخة تبعيت الكويز اللي أنا نقيته. هلأ منرجع على الإكسبلور لنقول نحنا بدنا شي ساينس, حنحط أتومز. كمان ببين إذا ملاحظين في 149,000 كويز, يعني عنا كتير خيارات نختار منه. بنفوت على كويزز وحتى فينا نقي من لسنز كمان مش بس من كويزز. مثل ما شايفين باللسنز عنا كتير أشياء خاصة بالأتومز, والحلو إنه فينا أحصر عملية البحث بالفلتر اللي موجود فوق. فينا نقي أي صف, فينا حتى أحصر بالمواد أي مواد نحن عم نشتغل عليها, فبكبس على all subjects وبنقي المادة اللي أنا بدي إياها. كمان بعمل save وفوت على my library وبتصير عندي, وكمان فينا أعمل لها copy وedit وغير فيها, أو حتى فينا أعمل لها print. هلأ رح نعمل creation أو رح نعمل نحن الكويز من الصفر. رح نسميه مثلا math game, نكبس next, مننقي شو بدنا. بدنا نعمل السؤال يكون في الاندا بلانكس, بدنا نعمل multiple choice, بدنا يون يرسموا يسجلوا صوتهم. نحن رح ننقي multiple choice ورح اسألهم مثلا when we multiply two numbers the answer is called, وانا بعطينه الoptions مثلا product, factors, وبحط الجواب الصحيح. بعمل save وهيك بيكون أول سؤال جهز. فينا حط سؤال تاني, والحلو إنه في عندي كتير أنواع من الأسئلة. يرسموا يسجلوا صوتهم مثل ما سبق وقلت, وفينا حتى حطلهم قدي معهم وقت ليجاوبوا كل سؤال, ماكسيموم هو 45 ثانية. نعمل سيف ومنسمي الكويز math game, مننقي أي صف بدنا إياه, وإذا بدنا إياه يكون public ولا private. نعمل سيف. هلأ منفوت على my library, منلاقي الماث جيم فوق. رح نفوت هلا على ماي لايبرري لفرجيكم كيف فينا نشارك الكويز او انا بسميه جيم مع التلاميذ وكيف فيهم يفوتوا عليه. سو منكبس ستارت ا لايف كويز, ممكن يكون كلاسيك ممكن يكون انستراكشن بيست. يوجوالي نحن بنعمله كلاسيك حتى نلعب كلنا بنفس الوقت. الحلو اللي بحبوه التلاميذ واكثر شيء الاولاد انه فيني غيروا الباك جراوند, سو فينا ننقي مثلا كار, وبطلب منهم انه يفوتوا على هذا اللينك. فينا ابعث لهم اياه كمان على البلاتفورم اللي نحن بنستعمله ويحطوا الكود. رح فرجيكم هلا كيف تبين من عند التيتشر او الاساتذه وكيف تبين من عند التلاميذ. سو بيفوتوا بيحطوا اسمهم, انا ححط اسمي, بيكبسوا على start, بنقوا النيك نيم والكاركتر اللي هنا بدو اياه, وبيبين عندي اسم التلاميذ اللي صاروا جاهزين. عمالة الشمال بيبين كيف بيبينوا الأسئلة عند التلاميذ وكيف بيجاوبوا عليهم, وعندي بيبين الليدر بورد أو بيبينوا النقط اللي عم بجمعوها للتلاميذ. وبس نخلص نكبس على end
وهيك منكون وصلنا لآخر الفيديو. Stay tuned حتى نتعرف على مختلف الأونلاين تولز بالفيديوز اللي جايين.